نعم دكتور حسن، السلام عليكم. الو، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم دكتور حسن، تستطيع اكمال قصتكم ومراحل تشيعكم؟ تفضل دكتور. ايوه يا حبيب قلبي، انا طبعا سامع دلوقتي الحبيبي الشيخ ياسر الحبيب، الله يبارك فيك، سامعه وهو بيتكلم عن التشيع السياسي. لا، الحمد لله رب العالمين، التشيع عقائدي وعقائدي للدرجه الاولى، وصولا الى التشيع، مش هقول تشيع الشيخ ياسر الحبيب، ولكن التشيع الحق. ما شاء الله. التشيع الحق اللي فيه اللعن والسب لمن ظلموا فاطمة الزهراء، ومن اعتدوا على بيتها، ولمن اغتصبوا حق الإمام علي. وأقول بكل صدق وبكل صراحة، أنا هنالك جلسات مع دكاترة وأساتذة أصدقائي، رحلة طويلة جدا، الجميع يجمع. الآن النهاردة كنا في جلسة، والحمد لله بنعتبر نفسنا جميعا قدام المهدي المنتظر، نحن تلامذته الذين نفرس له الأرض لنعلن له التشيع والانجذاب. والشعب المصري، الشعب المصري كل طوائفه، إذا ما تكلمت عن التشيع أو تكلمت عن أهل البيت، تجد الحب الموجود. وأنا الآن بصدد كتابة 30 كتيب تحت عنوان آراء صادمة، آراء صادمة. بدأت بأبو طالب الذي أخفى إسلامه حماية لرسول الله وللإسلام. هل وعملت بعض الأسئلة عن المنطقية، استخدمت طبعا فيها البعد الدرامي، التساؤلات الدرامية اللي بتحتاج بعض التفكير وبعض البحث، خدت بالك؟ فده كتاب أبو طالب الذي أخفى إسلامه. هل يعقل يا ناس لأبو طالب الذي أول من بلغ برسالة رسول الله عن طريق بحيرة الراهب، وقال له خلي بالك من هذا الرجل، ثم بعد ذلك هذا الذي ربى سيدنا محمد، رباه في بيته وهو زوجته فاطمة بنت أسد التي كانت من أوائل السيدات التي أسلمنا، وثم هذا الرجل الذي أعطاه علي بن أبي طالب ليتربى في حضنه، ثم هذا الرجل الذي سجن مع الرسول في شعب أبو طالب ثلاث سنوات سجن. هل هذا الرجل لم يتحاور معه الرسول؟ يا أخوانا والله هذا الحديث المكذوب الذي في فراش أبو طالب، ادعوا أهل التسنن أنه في فراش أهله، والرسول يقول له قول كلمتين أدخلك بهم الجنة، هذا يسيء للإسلام، وهذا يسيء للرسول، هذا يسيء للرسالة نفسها. هذا الرجل، قلت من ضمن اللي أنا بقوله في الكتاب، هاتولي رجل، إنسان واحد كان يحب صديقا له ينشر ناحية أيديولوجية وهو يحبه ويعشقه، ثم يموت على غير فكره. سيدنا إبراهيم أبوه كان يحارب سيدنا إبراهيم وعقيدته. لو تجولنا في أي فترة من فترات أصحاب الفكر، لا يمكن أبدا نجد أن سيدنا أبو طالب، وأنا أقول سيدنا الحمد لله في كل المجالس، نقول سيدنا أبو طالب، أقول هذه الفرية التي حدثت من أهل من بني أمية لتشويه أبو علي بن أبي طالب، سيدنا الإمام علي بن أبي طالب، ولكن لم يذكر التاريخ ولو لمرة واحدة حينما كان سيدنا علي أو سيدنا الحسين يقول لبني أمية يا أبناء الطلقاء لمعاوية
أو لأولاده يزيد. ها ما فيش مرة قالوا له يا من مات أبوك مشرك، يا من مات أبوك كافر. الله، يعني كيف يكون هذا؟ وثم نزال بعد ذلك نقول أنه مات مشركا، وكل يوم اثنين يخفف عنه أي منطق هذا؟ أي منطق وأي فكر؟ ثم بعد ذلك مثلا سيدنا إذا قيل لهم قالوا سيدنا أبو بكر، هذا سيدهم أبو بكر، يعلم علم اليقين أن فاطمة الزهراء لا تكذب، أن فاطمة الزهراء هي بضع رسول الله، ومن أغضبها فقد أغضبني، الذي كان يصف لها، وهو يعلم ذلك. ثم يأخذ خد منها ليه الورث، وليه ماتت غاضبة عليه، حتى أن العقاد قال ذلك، وقال كثير من الكتاب قالوا ذلك، قالوا أنها ماتت غاضبة عليه. بعض المتأسلمين يقولون أنها إيه استرضاها في الآخر. استرضاها إيه؟ كيف استرضاها؟ وبعدين بعض الكتب من أهل السونة والمطاعة يقول أن عمر فقط هدد بحرق البيت، يعني فزعها. ألا يكفي هذا؟ ثم بعد ذلك يا عمر صدف بين يدي رسول الله ويقول هات وصية عشان اكتبها، فتقول له ان الرجل لا يهجر. وفي حديث اخر ان المرض غلب عليه، معنى ذلك انك اول قراني في العالم الاسلامي. حسبنا كتاب الله، حسبنا كتاب الله، يبقى انت اول قراني في التاريخ اللي احنا بنكفرهم هنا في مصر، بقى اللي بنكفرهم هنا في مصر. لقيت سنة رسول الله في حضرة رسول الله. أنا بسأل سؤال لأهل السنة، لو أن عمر كان متأكدا أن رسول الله هيكتب الوصية باسمه كان رفض؟ هل كان عمر هيرفض لو تأكد أن اسمه هو اللي هيكتب؟ كان هيرفض؟ لا طبعا، ما لا يمكن كان هيرفض، بيسكتوا ما بيقدروش يردوا. لكن انه يعلم ان الوصي هو علي بن ابي طالب عليه السلام، ما كانش هيرفض. الحاجه الثانيه، اذا تعال نشوف بعد ذلك ابو بكر كيف يكتب أبو بكر وصيته لعمر، بيرد له الجميل. طب في بقى سؤال لشيخ الحبيب ياسر الحبيب، اطرحوا، لماذا أسرع أهل المدينة في أثناء وصل رسول الله جده لسعد بن عبادة البيعة؟ الله، ليه تسرعوا في ده؟ لانهم عارفين ان في مؤامره، ثم يترك ابو بكر وعمر، يترك رسول الله وهو وعلي يغسله، ويجلوا هما الاثنين على السقيفه. طب يا جماعه استنوا غسلوا رسول الله وطلعوه، واعملوا اهل العقد واهل الشورى لكن هم عارفين إيه. الحاجة الثانية، بالله عليكم، لما يكون في ما سمي بحرب الردة، عشرات الآلاف اللي ارتدوا دول، ألم يكونوا قد ارتدوا لأنهم كانوا يعطون الزكاة لرسول الله، والآن يريدون أن يعطوه لخليفة رسول الله وهم لا يعترفون به؟ أليست هذه أليست هذه من المنطق؟ صحيح. ثم بعد ذلك بعد كل هذا
نقول التسنن التسنن كأي تسنن. وبعدين كيف نترك باب مدينة العلم؟ باب مدينة العلم بعد باب مدينة العلم ثم نأخذ بيد البواب من أبو هريرة، نأخذ علمنا من أبو هريرة. والله أحد الدكاترة النهاردة كان قاعد معايا وصف وصف غريب جدا، يقول لي هل معقول إن أنا أسأل مثلا على أم كلثوم في العمارة بتاعتها ها واعرف عاوز اعرف اخبارها وعايز اخد اعمل عنها كتاب، ابص اسال عنها البواب بتاعها، اسال البواب ولا اسال جوزها واسال اهاليها واسال اقاربه واسال هم؟ احنا واخدين دلوقتي من ابو هريره، من هو ابو هريره؟ هل يمكن لفاطمه الزهراء اللي باعتراف عائشه نفسها انها كانت اشبه برسول الله بلاغه وحديثا لها حديث واحد في البخاري، وابو هريره ليه 448 حديث وعائشه 200 وشويه، وعلي بن ابي طالب باب مدينه العلم 29 حديث؟ لا حول ولا قوه الا بالله. يعني يا ناس يا ناس يا ناس واقفه واقفه عشان نعرف احنا فين واحنا ليه ومنشيل رايحين فين. احنا راكبين يا اخوانا اذا ما كانش القطر الخطا من رضيه الخميس على الاقل راكبين في قطر معاويه. يا ناس نطوا اركبوا قطر علي بن ابي طالب، قطر معاويه هيودينا في جهنم. انما قطر علي خليه يوصلنا لرسول الله. احسنت. ايوه احسنت دكتور حسن، معكم سماحه الشيخ. ايوه خلونا نعم خلونا نوصل نوصل. انا هكتفي بهذه الضحكه من وجهك يا ايها ياسر الحبيب. استغفر يا ايها ياسر الحبيب. تفضل سماحه انا ايوه 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 يا حبيبي. احنا تشرفنا كثيرا بك دكتور، وشكر الله لك هذه الكلمات الطيبة. يا شيخ ياسر يا شيخ ياسر، أنا أعرف الفرق بين الشيخ وبين السيد، خلي بالك. وإذا كان رأي مخالف وكان لك مخالف للخميني لاعتقاده بالعرفان بتاع ابن عربي و و و وكذلك محمد بكر الصدر وكذلك ما أسمعه لك، وإن كان لي بعض الآراء، لكني أنا متشيع على طريقته. يعني رافضي أصيل، تقول أنك رافضي أصيل يعني. ليه رأي في في ال ال في 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 هذا؟ بالضبط على طريقتك. على طريقتك. أيوه رافضي أصيل طبعًا. ما شاء الله. أنا بقول لشتك والله لولا أني مشهور ومشهور جدا وحاصل على أحسن كاتب في العالم العربي مرتين، ما شاء الله ما شاء الله، وكاتب في الدراما وكاتب في كتب، والله لا أعلنت اسمي بالكامل. عارف أنا ليه ما بعلنش اسمي بالكامل؟ علشان بقية المتشيعين والذين سيدخلون كلنا كلنا دكاترة وأساتذة. ما شاء الله. ايوه علشان المتشيعين الاخرين اقدر ايوه يدخلون وهم كثر. والله العظيم يا شيخ ياسر، وانا احبك، كنت الاول اتحفظ عليك كثيرا في الاول، كنت في الاول، ولكن التريث ولأن عقلية الناقد الدرامي عقلية تحليلية، عقلية تحليلية، كان علي يجب أن أقف لأسمع بشكل جيد وأقرأ بشكل جيد ثم أقول رأي مهم وصادق أكون كونه. فأنا الآن أنحست إلي لكن أكون صادق أمام الله، أنا لا أعلن السب واللعن امام الاصدقاء، لكن اعلن النقد بوضوح
ولا يهمني. يعني امسك في عائشه واقول لها يا صاحبه الجمل تعالي بقى، ايه اللي خرجك في في في, في الكتب بتاع اراء صادمه اللي انا بكتب فيها؟ تعالي تعالي ولا يهمني. ايوه واقول لها تعالي انت عملت ايه وماذا ايه اللي خرجك؟ ايوه. وكذلك انتقد انتقد عمر وانتقد بوضوح. هذا المنهج اللي انا بتبعه، هذا المنهج اللي انا بتبعه هو منهج تدريجي غير المنهج بتاع الشيخ ياسر اللي هو المنهج التصادمي اللي هو بيعمل الصدمه للمريض اللي قلبه هيقف علشان يحرك القلب مره جديده مره ثانيه. يعني انا ناجح حتى الان في جذب الناس الى 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 اهل البيت والى منهج اهل البيت. احسنت. انا بخاف من ان انا استخدم هذا المنهج الان فيموت مني كثير من المرضى اللي انا نفسي يحيوا. يعني فانا اسمح لي يا شيخ ياسر. لا مسموح ان شاء الله، استمر ولكل مقام مقال. انت اعرف بين الاصدقاء وبين الاهالي وبالاسلوب الذي يجب ان تتبع الاستمرار في الجذب المزيد المزيد والمزيد والمزيد. وعندي افكار وعندي اشياء كثيره كثيره جدا والله تخدم التشيع وتخدم اهل البيت. صدقني لولا هذا ولولا اني ان درء المفاسد مقدم على جلب المصالح لا اعلنت السب واللعن. لكن انا بترك غيري هو اللي فيجي في الاخر بعد ما مفطره النقد امامه يقول يا ساتر عمر يعمل كده، اذا هو قال يقول هو ثم عائشه تعمل كده، يعني موتت الالاف في موقعة الجمل بكذا وكذا 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 وإيه؟ هذا المنهج أنا رأيت إن هو يعني بينجح كثيرا في جذب هؤلاء وكذلك في كسر كل التابوهات، كسر كل هذه التابوهات. أنا اللي أنا عايز أقوله يعني أخيرا وليس بآخر، لأن هذا الرجل الذي أمامي ياسر حبيب والله يمتلك من الله ما نسميه الأبلتي القبول لدى المتلقيين أو المشاهدين، والابتسامة الجميلة والمنطق الرائع. إنما أنا خليه أرجوك اسمح لي أن ألتزم بمنهجي إلى أن أصل بهم جميعا إلى إعلان البراءة. وقبل ما أوصل قبل ما أقولها أنا هم حيكونوا قالوها وأعلنوها للملأ بس حبيبي يا ريت بقى هنكتفي الآن إلى أن نتحاور مع بعضنا في أشياء جديدة وجديدة وجديدة. بارك الله بكم، شكرا لكم جزيلا، بارك الله بكم. وضروري تتواصل إن شاء الله يا دكتور مع الإخوة، لأنه بالفعل نحن بحاجة إلى كفاءات درامية مثل حضرتك، وإن شاء الله يكون هنالك مشاريع مستقبلية في هذا الشأن إن شاء الله تعالى. حياه الله الدكتور، أهلا وسهلا. وظهر يسمعنا من التلفزيون فالوقت يروح لمتأخر. نعم، عندكم سماحة الشيخ تعليق على مداخلته؟ تفضلوا. لا يعني عموما ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. بارك الله بكم، حياكم الله. الحمد لله ضروري يعني موجود عندكم جيد. وسبحان الله اللي يقبل على التشيع هم اهل الخبره والعلم والمعرفه. نعم والاكاديميين. نعم، وهذا الشيء للعلم اعترف به حتى الاعلام البكري. انا قبل سنوات طويله أخذت من هذه الجريدة السعودية اللي اسمها إيلاف يمكن، نعم، تقرير كانت قد كتبته حول ظاهرة التشيع، واعترفت بأن التشيع أكثر ما ينتشر في أوساط العلماء والمثقفين. ما شاء الله. الحمد لله. الحمد لله. إذن العدو الأول للتشيع هو الجهل، وحليفه الأول هو العلم، العلم والتعقل يعني.
شيخنا ليس فقط الجهل، العناد ساعة واحد يعاند طبعا، والعناد في كثير من الأحيان متفرع عن الجهل. نعم، الناس أعداء ما جهلوا، يعني عادة الجهل هو يقود إلى العناد وإلى التعصب. التعقل، الروية والعلم والانفتاح هو الذي يقود إلى الهداية إن شاء الله تعالى. نعم.